unit 15 الوحدة الخمستاشر 15 at the market في السوق Lesson 1 Look, listen and repeat How much is the watermelon? كم ثمن البطيخة? It's 15 pounds ب 15 جنيه Vocabulary كلمات Watermelon بطيخة Watermelon Guava جوافا جوافا مانجو 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 أورانج برتقالة أورانج آبل تفاحة آبل بانانا موزة بانانا فيج تينا فيج ديت date, بلحة ديت date. باوند جني باوند لسن واريد الماسينغ لتر استمع واكتب الحرف الناقص بنانا ناقصه إيه ابل ناقصه بي اورانج ناقصه ان مانجو ناقصه او ووتر ميلون ناقصه ار فيج ناقصه اي ريد اند سيركل هنعمل دايره نمبر 1 ديت بلحه نمبر 2 جوافا جوافه نمبر 3 فيج تين نمبر 4 ليمون ليمون read and tick true هنعمل علامة صح number one apple تفاحة number two mango مانجا number three watermelon بطيخة number four banana موزة أه أه خدنا الجرامر ده قبل كده في الوحدات الأولى اتكلمنا عن this is قلنا هذا يكون أو هذه تكون للمفرد these are هذا يكون أو هذه تكون للجمع this is مانجو mango يعني هذه مانجو these are dates هؤلاء بلح أو هذا يكون بلح كلمنا كمان عن how much is قلنا دي بيسأل عن ثمن حاجة مفرد how much are بيسأل عن ثمن حاجة جمع المفرد سؤال المفرد بجاوب عليه بإتس وبقول رقم المبلغ يعني أرقام بعد كده كلمة باون bound أو باوندز على حسب الرقم ده لو واحد بكتب باوند لو بجنيه مثلا بكتب باوند لو من اتنين وطالع بكتب باوندز لو الحاجة اللي أنا بسأل عن ثمنها دي جامعة بجاوب بزي ار How much is a guava بكام الجوافية بيقول it's three pounds يعني بتلاتة جنيه How much are these بكام دول they are fifteen pounds uh, بخمسة بخمستاشر جنيه طيب هنا listen read and complete هنكمل 10 pounds 10 جنيه وعندي هنا how much are these بيسأل بكام فطبعا هنا سؤال جمع فبجاوب ب they are فهنا ناقصه كلمه they السؤال رقم اتنين هي نمبر تو هاو ماتش از ووتر ميلون بكام البطيخه طبعا دي مفرد فبجاوب عليها بكلمه اتس وهي مكتوب عندي في التسعيره ب جنيه فبكتب ناقصه كلمه ايت آه البلح هنا طبعا بسال سؤال جمع هاو ماتش ناقصه ار ذيس بعرف من ذيس او ذيس السؤال جمع او مفرد عندي ب جنيه فبقول they are 6 pounds وكاتبها لي number 4 how much is that بسأل عن ايه عن برتقانة بكم أورنج فبكتب أورنج طيب read and take true بنعمل علامة صح number 1 this is a جوافة دي جوافة اول واحدة these are figs تين. number 3 uh, it's a watermelon بيسأل على البطيخة number 4 they are apples تفاح اول واحدة لسون 2 الدرس الثاني فونكس صوتيات فوكابولري كاروت جزر كيو كمبر خيار ايك بلانت بازنجان كاروت كيو كمبر ايك بلانت كاروت كيو كمبر ايك بلانت طيب هنا عندي المقاطع الصوتيه آه عباره عن 3 في مقطع واحد في كلمات آه مقطع واحد في كلمات مقطعين في كلمات ثلاث مقاطع صوتيه تعال طيب نشوف آه اللي هي مقطع واحد one syllable زي كلمه date fig egg red blue بنقراها مره واحده two syllables اللي هي مكونه من مقطعين زي كلمه أب bell up bell كلمه egg بلونت زي كلمة كا كار روت زي كلمة بار روت طيب المكونة من 3 سيلابل مكونة من ثلاث مقاطع كيو كم بار كيو كم بار ب با نا نا ان جي نير بي جا ما دي مكونة من ثلاث مقاطع صوتية طيب هنا بيقول لي activities أنشطة on number one فيج هنوصل بوصلها باللاتين number two جوافا بوصلها بجوافة number three date بلح number four watermelon بطيخة number five بنان read circle and write هنعمل دايرة على الحرف الناقص وهنكتبه أو أدوات النكرة اللي هي الأي والأن طبعا أنا بوصل الكلمة لبعض بعد النقط هي اللي بتعرفني بحط حرف اللي هي الاي ولا الان cucumber خيار دي اولها سي حرف ساكن فبكتب اي ابل بعمل دايره على الاي ابل اولها حرف متحرك بعمل دايره على الان وبكتب ان orange برضو اولها حرف متحرك بعمل دايره على الان وبكتب ان كاروت اولها حرف ساكن بكتب A طيب read and choose the correct word هنختار الكلمه الصحيحة it's نقط eggplant eggplant أولها حرف متحرك فبختار ان how much a guava a دي عبارة عن واحدة بس فبختار is للمفرد it's five اه الخمسة دي تعتبر رقم جمع فبختار bounds uh, read uh, look read and circle هنعمل دايرة عندي موزة فبقول it's a big banana عندي مانجا فبقول it's a small mango رقم 3 اتس ا small carrot جزرة صغيرة اتس ا big ابل تفاحة كبيرة listen read and write تعالوا نكتب هنقرأ الكلمة ونشوف هي مكونة من كم مقطع أول واحدة محلولة ب نا نا ثلاث مقاطع نمبر تو كاروت مقطعين فبكتب تو ديت مقطع واحد بكتب وان ايج بلانت مقطع مقطعين بكتب تو لسن ثري connect with math اللي هي الاتصال بالرياضيات vocabulary 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ومديني هنا عمليات حسابية بيقولي 4 plus 10 is 14 يعني 4 زائد 10 بتساوي 14 5 plus 7 is 12 5 زائد 7 بتساوي 12 Uh, five plus nine is 14. خمسة زائد تسعة بتساوي اربعتاشر uh, uh, eight plus eight is تمانية زائد تمانية بتساوي فانا uh, بعدهم وبقول بتساوي سكستين ستاشر ثرى plus ten is thirteen تلاتة زائد عشرة بتساوي تلاتاشر ten plus ten is twenty عشرة زائد عشرة بتساوي عشرين Uh, read and the match number 1 9 plus 3 is 12 9 زائد 3 بتساوي 12 number 2 11 plus 5 is 16 11 زائد 5 بتساوي 16 number 3 8 plus 9 is 17 8 زائد 9 بتساوي 17 number 4 12 plus 7 is 19 12 زائد 7 بتساوي 19 count and write هنعد ونكتب فنعدتهم هنقول الأرقام على طول أول وحدة الورد طلع 15 15 الكور الخضراء طلعت 14 14 البالونات طلعت 19 19 هنا هنكتب الأرقام الناقصة عندي 11 و 12 مكتوبين اللي هي 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 بنكمل الأرقام الناقصة Lesson 4 connect with math Money نقود no Money One pound جني واحد One pound Five pounds خمسة جني Five pounds Ten pounds عشرة جني Ten pounds Twenty pounds Twenty pounds ودي هنا silent بقول pounds مش باوندس لا pounds Twenty pounds اللي هي عشرين جني Plus يعني زائد Minus يعني ناقص طيب تعالوا هنا بيقول لي 5 بلس uh, 1 2 3 4 5 uh, 5 باوندز pounds plus 5 pounds is 10 pounds يعني 5 جنيه زائد 5 جنيه بتساوي 10 جنيه 20 pounds minus 5 pounds is 15 pounds 20 جنيه ناقص uh, 5 جنيه بتساوي 15 جنيه read and match number 1 minus يعني ناقص 20 pounds Uh, يعني uh, 20 جنيه 5 باوند 5 جنيه بلس يعني زائد 10 باوند يعني 10 جنيه uh, هنا بنعد بنشوف كام عندي 10 باوند بلس 10 باوند از uh, 20 باوند 10 جنيه و10 جنيه 20 جنيه 20 20 باوند ماينس 5 باوند از 25 باوند 20 جنيه ناقص 5 جنيه اه uh, في غلطه هنا دي 20 جنيه ناقص 5 جنيه بتساوي خمستاشر جنيه. هنا في غلطة. هنصلح نعمل نعملها الاحمر زيها. هنا خمستاشر جنيه. تمام. أم. اللي بعدها توينتي او تو باونز 2 باوندز بلس 10 باوندز بلس 5 باوندز Uh, is 17 uh, باوند اللي هي 2 جنيه و10 جنيه و5 جنيه بتساوي 17 جنيه 1 باوند بلس 10 باوند از 11 باوند جنيه واحد و10 جنيه بتساوي 11 جنيه

10 باوندز minus 7 باوندز is 4 باوندز 10 جنيه ناقص 6 جنيه بتساوي 4 جنيه لترو صح بنعد الصور وبنشوف كام اول واحده 18 18 13 13 15 15, 15 12 12 لسن 5 بنحط هنا الحاجات الناقصه عندي كان اي هاف سام ابلز محلوله نمبر 2 هاو ماتش ات ات دي طبعا مع المفرد فانا بختار از نقط I have some mangoes please فهنا بختار كان يعني هل أستطيع أن أتناول بعض من المانجو لو سمح Uh, that's 20 pounds دي 20 جنيه number 1, 17 يعني 17 برانانا موز 11-11 يك بلانت يعني بازنجان revision number one apple تفاحة بعمل دايرة على التفاحة number 2, orange برتقالة number three fourteen 14, 14 number four five pounds يعني خمسه جنيه هنا بنكمل الكلمه الناقصه how much you no know at the apples apples جمع فبكتب are can i have some اه uh, ده عندي بلح بكتب dates it's an دي بازنجان بكتب eggplant are uh, carrots ده جمع بكتب they um, عندي هنا lesson under the missing letter بنكتب الحرف الناقص watermelon t 12 ناقصه اي بنانا ناقصه اي جوافا ناقصه جي بنعمل هنا صح او غلط رقم نمبر 1 these ار bananas ده موز طبعا غلط بعمل فولس نمبر 2 اتس ا بيج ليمون ليمونه كبيره اه ليمونه بكتب هنا ترو يعني صح نمبر 3 اتس ا cucumber دخيار خيار اه ترو صح نمبر 4 10 ماينس 2 از 8 10 ناقص 2 بتساوي 8 بكتب ترو uh, صح بعد الأرقام عندي هنا 17 البطيخ 5 الخيار 18 18 وكده خلصنا الوحدة الخمستاشر أشوفكم مع آخر وحدة الوحدة الستاشر ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته